طيب اذا نلخص اللي حكينا لحد الان هدفنا نعمل روتيتنج ماجنتيك فلكس في الدي سي موتور لا الماجنتيك فلكس كونستانت الاتجاه ما بيتغير لا الماجنتيود او يعني عاده كونستانت ماجنتيود والاتجاه هون احنا بدنا نحاول نعمل روتيتنج ماجنتيك فلكس رح نستفيد من فكره انه عندي 3 فيز سبلاي لاحظوا بال 3 فيز سبلاي لما بيكون الاي ماكسيمم بوزيتيف الاثنين التانيين بيكونوا نيجاتيف مش ماكسيمم لما بكون الازرق ماكسيمم نيجاتيف شو بكونوا الاثنين التانيين بوزيتيف بس مش ماكسيمم لما بكون البي ماكسيمم بوزيتيف شو بكونوا الاثنين التانيين نيجاتيف بس مش ماكسيمم ولما بكون الاي ماكسيمم نيجاتيف الاثنين التانيين بكونوا بوزيتيف بس مش ماكسيمم وهكذا اوكي اذا هم في اطوار مختلفه احنا كلمه فيز في العربي ايش هي طور هم في فيزز مختلفه اوضاعهم مختلفه ولذلك لانه اوضاعهم مختلفه عم نستفيد من هذا حتى نقدر نعمل فلكس مختلف نتطلع على النقاط هاي المختلفه اذا بتطلعوا مثلا على النقطه هذه هون لو اخذنا النقطه هذه من هون راح نلاحظ في عندنا هذا وهذا ايه بهذيك اللحظه ماكسيمم بوزيتيف نحط قيمه ايه ماكسيمم بوزيتيف بهذيك اللحظه نرسمها من هناك هاي خليني افترض انها هاي بي اي ماكسيمم بوزيتيف لاني مررت الكرنت الماكسيمم كون عندي فلكس وين اتجاهه راح يكون لانه الكرنت ماشي هيك بهذا الشكل راح يكون اتجاهه هيك لكن لو اطلعنا على الاحمر والازرق ايش الاشاره تبعتهم بوزيتيف ولا نيجاتيف نيجاتيف مظبوط مش واحد هذا الاخضر نيجاتيف والازرق نيجاتيف هو وين اتجاهه لو كان بوزيتيف راح يكون هيك الازرق مظبوط لكنه الان نيجاتيف بس هو مش ماكسيمم فهذا هون بي سي مظبوط والاخضر لو كان بوزيتيف وين راح يكون اتجاهه هيك مظبوط لكنه الان اشارته نيجاتيف ولانه اشارته نيجاتيف وين راح يكون اتجاهه دي بي هدول بعملهم معامله الفيكتورز هم فيكتورز كيف بدي اجمعهم هلا احد الطرق اللي ممكن اعملها ممكن احلل الاخضر هذا لقيمتين مش الفيكتور هذا بقدر احلله لتو كومبوننتس كومبوننت بيكون بهذا الاتجاه هيك كومبوننت بهذا الاتجاه مظبوط مش بقدر احلله كاني حددته لاكس واي والازرق نفس الشيء بقدر احلله لتو كومبوننتس بقدر احلله لكومبوننت بهذا الاتجاه وكومبوننت بهذا الاتجاه تمام هلا شوفوا لي الكومبوننتس اللي في الواي دايركشن شو بصير فيهم من الاخضر والازرق ايكوال ماجنتيود اوبوزيت ان دايركشن شو بيعملوا بيلغوا بعض اذا هذا راح يلغي هذا بضل هذول القطعتين هذول القطعتين لو حسبناهم حسابيا راح يطلعوا ربع الطول هذا كل واحد ربع ربع زائد ربع الربع اجت من النص في النص نص في نص ربع فالربع زائد ربع زائد واحد شو بعطيني محصله واحد ونص بي يعني تمام واحد ونص طول بي هي هيك خلينا تقريبا هي هيك هذه واحد ونص هاي الريزلتنت راح تكون هيك وتساوي واحد ونص بي اوكي تمام هلا هذا لو هون بقدر ارسم دائره بقدر ارسم دائره حوالين هاد الدائره هاي اللي برسمها راح تكون هي طول اطوال الفيكتور لما يكون ماكسيمم 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 لما يكون بالماكسيمم فاليو راح يكون هذه الاطوال هلا لو اخذنا نقطه ثانيه ناخذ نقطه ثانيه اذا بدكم ناخذ النقطه اللي بكون عندها الاخضر ماكسيمم بوزيتيف اوكي حتى نشوف بعد قديش هاي بتصير كم درجه بعد هاي بتصير هاي كم درجه بتصير بعد هاي 120 درجه ممتاز بالذات اذا 120 درجه بعد 120 degrees later بعدها ب 120 درجه صار عندي الاخضر قيمته بوزيتيف ماكسيمم مش هيك؟ وين راح يكون اتجاهه؟ على هذا مظبوط؟ وراح يكون طوله فهي هون لو اخذنا 120 درجة هيك راح يكون الأخضر اللي هو بي مشينا 120 درجة لاحظوا مشينا 120 درجة كهربائية ومشينا كم درجة ميكانيكية؟ 120 درجة ميكانيكية مشينا نفس العدد الدرجات الكهربائية والميكانيكية فمشينا هون 120 درجة بهذا الاتجاه ومشينا هون 120 درجة. عند هاي النقطة ايش راح تكون اشارة الازرق والاحمر؟
نيجاتيف مش هيك بس مش فل. فالازرق وين اتجاهه لو كان بوزيتيف؟ راح يكون هيك. بس بهاي اللحظه وين راح يكون؟ راح يكون نيجاتيف. والاخضر والاحمر نفس الشيء وين راح يكون؟ نيجاتيف. راح يكون نيجاتيف بهذا الاتجاه هيك. هلا هاي انا يمكن هون ما كانت مش مرسومه 100%، بس المحصله تبعتهم وين راح تصير؟ بنفس الطريقه زي ما عملنا هناك، راح تصير مره ونص طول، وهاي هون ب بالضبط. اذا الاسود وين تحرك؟ تحرك بطول كونستانت من هون لهون خلال 120 درجه. هاي 120 درجه ميكانيكال بتساوي 120 درجه الكتريكال، يعني بالزمن اللي مر 120 درجه. طب اسالكم سؤال، لو السبلاي 50 هرتز قديش هاي بتكون بالسكندز؟ 120 درجه هاي، واضح السؤال؟ لو السبلاي 50 هرتز قديش بتكون 360 درجه هون؟ 51. قديش 51؟ 20 ملي سكند. اذا هاي قديش راح تكون ال 120؟ اذا 360 20 ملي سكند قديش راح تكون هاي؟ هاي كلها كم درجه؟ 360. هاي قديش؟ 120. 120 على 360 شو بتساوي؟ ثلث ال 20 ملي سكند قديش؟ يعني تقريبا 6.66 ملي سكند. فخلال 6.6 ملي سكند قديش هذا تحرك؟ تحرك 120 درجة ميكانيكية، واضح تمام؟ نمشي هلا كمان 120 درجة، لو مشينا 120 درجة لهون مين راح يكون ماكسيمم بوزيتيف؟ الأزرق مش هيك؟ والأزرق راح يكون تقريبا هيك اتجاهه اللي هو بي سي. هذوك الاثنين الثانيين ايش راح تكون إشاراتهم؟ نيجاتيف نيجاتيف مش ماكسيمم. اذا وين راح يكون اتجاه الاسود؟ مره ونص 1.5 تايمز، وهذا راح يكون بي ريزلت. كم درجه كهربائيه مشينا هون؟ كمان 120 درجه. قديش مر من الزمن؟ 6.6. قديش مشينا هون؟ 120 درجه ميكانيكيه. اذا هذا عماله بيتحرك بهذا الاتجاه وبعدين راح يرد يتحرك بهذا الاتجاه. ايش نشا عندي الان؟ اذا لما حطيت 3 كويلز هدول ال 3 كويلز شيفتد 120 ديجريز ان سبيس، وحطيت على كل واحد من الكويلز كرنتس بينهم 120 درجه كهربائيه ان تايم 3 فيز، ايش نشا عندهم محصله الماجنتيك فلوكس دنسيتي اللي نشات في الستيتر؟ كيف شكلها؟ اول شيء الماجنتيود تبعها كونستانت، طولها مره ونص، وايش عمالها بتعمل؟ اتس روتيتنج ات كونستانت speed. عمالها بتعمل rotation at constant speed.